حمد سلطان محمد حمدان البدواوي، باحث ومؤرخ في منطقة حتى. حتى طبعاً في القديم كانت مشهورة بزراعة الغليون أو تجارة الغليون بالأخص يعني، فكانوا يجون هني من السعودية، من البحرين، من أغلب دول الخليج كانوا يشترون من عندنا الغليون. فتجارة الغليون كانت تجارة رئيسية في منطقة حتى، يعني عنصر الدخل في منطقة حتى في الزمن القديم كان الغليون. وعندنا بعد يعني زراعات ثانية طبعا مثل النخل، عندنا هني في النخل من 150 سنة تقريبا موجودة، وفي نخل من 80 و70 سنة. طبعا هاي كلها بسبب الأفلاج، الأفلاج الداودية اللي موجودة عندنا، اللي هو فلج الشريعة وفلج السوق. فعندنا الحمد لله يعني كثير من الأشجار هني، عندنا الهنبة والرمان وعندنا الليمون، عندنا السفرجل، ومن غير في مناطق ثانية عندنا يعني غير النخل، عندنا مناطق يسمونها ضاحية. هالضواحي يزرعون في المواسم، يعني في موسم الصيف يزرعون الصيف يعني اللي هو الذرة اللي يستخدمونه يعني كخبز والدخن، بعد كانوا يزرعونه في حتى، ويزرعون بعد الرويد والبصل، هاي من يعني من الزراعات القديمة كانت في حتى. والنخل غير، النخل أول يستفيدون منه من كل شيء، يعني يستفيدون من الكرب مالها، من اليذوع مالها، من سعفها، من الخوص، من التمر. أول ما تطلع النخلة بعد ما ينبتون النخل تكون الحبة صغيرة صغيرة جدا، هنيف حتى لها أسامي معينة يعني، فكانوا يسمونها وهي صغيرة يسمونها الحبابو. بعدين تكبر شوية يكون لونها أخضر يسمونها خلال، بعدين يتغير لونها للأصفر يسمونها بسر، بعدين تستوي رطب في الصيف يعني، بعدين تتحول إلى تمر. ما شاء الله كانوا أهلنا تجار، أول تجار الغليون هني في حتى، يعني بعد يخيرونك تبغى غليون حار ولا غليون بارد، هذا اتفاقيات بين التاجر واللي بيزرع الغليون. ففي شيء من التجار يبون غليون حار فيخفون عنا الماي، يستوي الغليون حار، أما إذا غليون بارد يعني يزيدون عليه الماي. والغليون طبعا يوم الغليون زراعته صعبة يعني شوية، يباله معابل يعني كل يوم، ويجيبون له أسمدة، ويجيبون برية أو قاشع من يعني يجيبون نوع من الأسماك هذه الصغيرة ويفرشونه تحت الغليون، أو يحطونه في مصب الماء اللي يودي للغليون، فهني الغليون يشبع يعني يحصل يعني مثلا غذاء زين من الأسماك هذه اللي تنعق تحته. وبعدين يودونه المعرش عقب ما يوصل مرحلة معينة الغليون يبطلونه. أذكر هني عندنا احنا معرش، فنيب نطلع الغليون ونيب هناك المعرش ونربطه بنوع من الأشجار يسمونه الأسل. أسل يعني يكون كله طبيعي، الغليون اوريدي يعني شجرة طبيعية ونربطه بشجرة طبيعية الأسل، ونعلقه في المعرش، نعلقه طبعا منكوس الورق تحت والعرق فوق، فيربطونه يربطونه يربطونه ويتم الغليون، تارس الغليون، تارس المعرش كامل ويسكرون عليه، يتم لين فترة معينة. بعد الفترة هذه ينزلون الغليون يعني يوم تي الرطوبة وها، ينزلونه ويكون حاطين خشب، نحط خشب أول ونحطه فوق الخشب على أساس إنه ما يلامس الأرض، نحطه فوق الخشب، وبعدين يلحفونه، يتلحف الغليون ويتم ليه ما يتاجر. كل فترة بنشتغل في مزرعة حد، احنا يعني المجموعة اليوم مزرعتي، كلكم كل البلاد بيون يشتغلون مزرعتي، أنا خلصنا مزرعتي بنصير مزرعة فلان الثاني فلان الثالث. بعدين يوم نخلص اللي اصلا ومثلا ما عنده مزرعه من الاساس، شو هذا يعطوه مثل ما تقول سهم من الغليون، مثلا هم يحطون ثلاث خمس حصايات يعني للحساب بهالطريقه، حصايتين لين الناس اللي يشتغلوا عندك وثلاث حصايات لصاحب المزرعه وصاحب الارض، يعني السعر اللي يعطينا اياه التاجر كان بهالطريقه هذه. وهني عندنا النخل هذا اللي اقولكم عنه، هذا حين النخل اللي من 150 سنه يسمونه الشحيميات، شحيمي حاليا مش متوفر، فهذا اعمارهم يمكن تقريبا
150 سنة 160 سنة، العلم عند الله يعني. فالمهم قديمة مال جد جدي أنا يعني.